بالفعل زي ما حضرتك قلتي، في امبارح دخل اكبر عدد من الشحنات للحزام مع المؤتمر الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء وبصحبه لفيف من القيادات المصريه من احزاب سياسيه من اعلاميين من منظمات مجتمع مدني. اتكلم النهارده عن اكثر من 216 شاحنه بالفعل دخلوا القطاع. اكبر عدد كان موجود امبارح، ما يكون من 60 حوالي 59 شاحنه بالضبط دخلوا امبارح. اغلب المساعدات اللي دخلت حتى هذه اللحظه هي المساعدات الطبيه، المواد الغذائيه، المياه. بنحاول على قد ما نقدر ان يكون الاولويه للاحتياجات الحاله الموجوده داخل القطاع. طبعا مش بندخل الا اكبر كم ممكن من ما يمكن ان تسمح به سلطات الاحتلال في ظل حاله تعمد بتواجهها المساعدات المصريه. عايز اكد بس على جزء مهم جدا وهو من معبر المصري المفتوح منذ اللحظه الاولى قوافل الاتحاد الوطني مع الاهل الثانوي القافله الاولى التي كان قوامها يتجاوز 106 شاحنه شكلت قافله طولها 4 كيلومتر كانت محمله بالمساعدات الغذائيه والدوائيه اكثر من 40,000 وطنيه منذ اليوم الاول. ولكن تعمد سلطات الاحتلال هي اللي منعت الدخول. الحمد لله كده القافله بالكامل اللي هي 106 شاحنه دخلت الباب من ضمن يعني كان فاضل مجموعه من العربات كانت معطله لم تدخل لركعه من سلطات الاحتلال، ولكن الحمد لله دخلت كده عجبال العدد زي ما قلت لحضرتك. احنا بنحاول ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه العدد يزيد. يوجد هناك بجوار معبر رفح ما يقرب من 500 شاحنه، في اكثر من 60 حموله طائره موجودين في مطار العريش، ولكن في خطوات التفتيش التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاصرار على ان بعض العبور من معبر رفح يوجه منفذ هوجه ثم الجانب الاسرائيلي معبر سانكا عشان يتم التفتيش. اكثر من 100 كيلو متر تقطعها الشاحنات، 50 كيلو متر رايح 50 كيلو متر للعوده. وانا مش عايز اقول لحضرتك ان في كمان عربات بتعود لاسباب تافهه جدا من سلطات الاحتلال بتاكد على ان التفتيش يجب ان يتم بصوره معينه، التعبئه بصوره اخرى،